كثير من المشككين يدعون أنهم تمكنوا من الإتيان بصور مثل القرآن، ومنهم من ألف كتابا قال هو شبيه بالقرآن أسموه الفرقان الحق. هذا الكتاب طبعا لم يقرأه أحد لأنه عبارة عن صف كلمات فقط، حتى العنوان خطأ، يعني الفرقان في اللغة العربية كلمة الفرقان هو الكتاب الذي يفرق الحق عن الباطل، اسمه فرقان. فلا يوجد فرقان حق وفرقان باطل، يعني إذا قلنا الفرقان الحق معنى ذلك هناك فرقان باطل، وهذا الكلام مناقض أصلا لمعنى الكلمة. لذلك في القرآن الكريم مثلا الله تعالى يقول ونزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. دائما كلمة الفرقان تذكر من دون صفة بعدها، لأن الفرقان هو الذي يفرق الحق عن الباطل، فلا داعي أن تقول فرقان حق أو غير حق. وبالتالي إذا كان عنوان الكتاب خطأ، ماذا تنتظر مما هو في داخل هذا الكتاب؟ ولكن القضية اليوم أنا أحببت أن أطرح سؤالا على كل مشكك يقول إن القرآن كلام بشر، كلام عادي، يوجد الكثير من الكتب أفضل من القرآن حسب يعني ما يقولون. طيب أنا الآن سأطلق تحدي لكل مشكك وكل من يعتقد أن القرآن كلام بشر، أعطوني عنوان لكتاب أفضل من القرآن ثم نتناقش. كثير من الناس السذج البسطاء ظنوا بأن التحدي القرآني أن البشر عاجزون عن الإتيان بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كثير من الناس المشككين اعتقد أن المقصود هنا وزن كلمات القرآن، وزن عبارات القرآن، كلام شبيه لا لا، ليس هذا المقصود أيها الأحبة. المقصود أعطونا كتابا فيه علوم مثل القرآن، فيه تشريع مثل القرآن، أعطوني كتابا أنا يحل لي مشاكلي فقط، أعطوني كتابا أنا أستطيع أن أتخذه منهاجا في حياتي. كل مشاكلي التي أتعرض لها اليومية هناك آيات في القرآن تحل هذه المشاكل. القرآن ينظم حياة البشر من حيث العلاقات الاجتماعية، من حيث المواريث، يضمن لك السعادة، يبعدك عن الشر، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أعطوني كتابا فيه مثل هذا الكلام، أعطوني كتابا فيه التفاصيل الدقيقة لحياة الإنسان السعيد على الأرض. يعني أنا عندما أطبق تعاليم القرآن فإنني أزعم أن هذه التعاليم ضمنت لي السعادة والهدوء النفسي والحياة الآمنة المستقرة، أبعدتني عن المشاكل والهموم. الطهارة مثلا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه الطهارة هي طب وقائي. الوضوء 5 مرات كل يوم كم يساهم في تنقية جلد الإنسان من الغبار والفيروسات والبكتيريا وغير ذلك. التسامح مع الآخرين، العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أي كتاب فيه مثل هذه التعاليم؟ هل يوجد كتاب يأمرني بصيام شهر كل عام كصيانة لجسدي؟ أعضاء الجسد هذه تحتاج للصيانة سنوية مثل أي كائن حي، مثل أي سيارة تحتاج للصيانة. العلماء اليوم يقولون
إن الصيام هو أفضل طريقة لتخليص الجسم من السموم والوزن الزائد وكثير من الأمراض العصر، الصيام يخلصك منها. فصيام شهر كل سنة هذا أفضل عملية صيانة للجسم. طيب أين هذا الكتاب الذي يأمرني بذلك؟ لا يوجد. أين هذا الكتاب الذي يأمرني أن أتطهر كل يوم 5 مرات ومرة أغتسل على الأقل في الأسبوع يوم الجمعة؟ أين هذا الكتاب؟ أين هذا الكتاب الذي يشعرني بمراقبة الله لي؟ إن الله خبير بما تفعلون. أين هذا الكتاب الذي يمنعني من السرقة والزنا حتى أن أتمنى الشر لأحد؟ ممنوع في القرآن الكريم. التجسس ممنوع، ولا تجسسوا. الغيبة ممنوع، ولا يغتب بعضكم بعضا. الربا ممنوع. أنت في القرآن الكريم إذا وجدت جائعا ولم تطعمه وأنت قادر على إطعامه أنت تأثم وترتكب أمرا محرما. في كل قوانين الدنيا إذا رأيت جائعا ولم تطعمه ليس عليك شيء، تقول هذا ليس ذنبي. القرآن يجعلك مسؤولا عن الفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمرحوم والمحروم. أنت مجبر أن تنفق من مالك، مجبر بقوة تعاليم الإسلام. هل يوجد قوانين في أمريكا، في أوروبا، في الدول المتطورة تمنعك أن تكنز الذهب والفضة، تمنعك أن تمتلك المليارات ولا تنفق على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله؟ لا توجد، بينما في القرآن يوجد. والذين يكنزون الذهب والفضة، طبعا الذهب والفضة وما يكافئها، اليوم أصبحت العقارات والطائرات والسفن وشركات النفط وما يسمى بالبورصة وغير ذلك، كلها هذه ذهب وفضة لها قيمة. والذين يكنزون الذهب والفضة ماذا ولا ينفقونها في سبيل الله، ما هي نتيجتهم؟ فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يا لطيف، يعني عقوبة مرعبة لمن يكنز هذه الأموال ولا ينفقها في سبيل، لأنك أصلا ستتركها وتذهب لمن؟ أنت جمعتها لمن؟ هذا السؤال. ثم إن هذا المال هو مال الله. أعطوني كتاب يجعل المال الذي في جيبي وجيبك هو مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أعطوني آية تحل لك 90% من مشاكلك الزوجية، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أعطوني كتاب يأمرني أن أعاشر بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، يأمر الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف ويصبر عليها ويكرمها ويحفظها ولا يؤذيها، وإذا كره منها شيئا أمره أن يصبر حتى يرى الخير الذي سيأتي بعد هذا المكروه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في آية أخرى. أعطوني كتابا أيها الأحبة يأمر البشر أن يحبوا الخير وقولوا للناس حسنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أعطوني كتاب يجعل من المؤمن نور يضيء لمن حوله. أنا مأمور أن أنشر الخير بين الناس. لا يوجد كتاب يأمرك بقوة تعاليم الإسلام أن تنشر الخير. أدعو إلى سبيل ربك، ما معنى أدعو؟ أنشر الخير، لأن القرآن كله خير.
أنا أريد مثل هذا الكتاب، لا أريد كتاب تسميه الفرقان الحق ثم تقول نزلناه تنزيلا ويعملون ويفلحون، تأتي بكلمات شبيهة بالقرآن. تقرأ الكتاب ليس فيه أي معنى، ليس سوى سجع، عمليات سجع أو عمليات تقليد للنص القرآني فقط للوزن كلمات القرآن كما قلت، يعملون تفعلون إلى آخره، فقط هذا، هذا ما جاءوا، هذا ما تمكنوا من الإتيان به. لا، أنا أريد كتاب أقرأه وأتخذه منهاجا في حياتي. أعطوني كتاب فيه حقائق علمية يحدثني عن البرزخ بين البحرين، يحدثني عن إعصار النار الذي اكتشف حديثا، يحدثني عن الغيوم الركامية، يحدثني عن البرق والبرد، آلية تشكل البرق والبرق والبرد ونزول المطر، كلها مذكورة بالتفصيل في القرآن ومطابقة للعلم الحديث. أعطوني كتاب يحدثني عن البحار المشتعلة في هاواي وغيرها، البحر المسجور. أعطوني كتاب يخبرني ماذا سيحدث لي بعد الموت. يعني لا تقل لي اذهب واقرأ كتابا لملحد كله كلام فارغ، لا، أنا أريد كتاب يحدثني أنا شخصيا ماذا سيحدث معي بعد أن أموت أو لحظة الموت. لا يوجد. اقرأ كل الكتب في العالم، لا يوجد للأسف. هو الكتاب الوحيد الذي يخبرني بالتفاصيل الدقيقة منذ أن خلقت، منذ أن كنت جنينا في بطن أمي ثم حتى خرجت طفلا، يخبرني بأطوار الجنين من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام، ثم مرحلة اللحم، ثم مرحلة أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم مرحلة الطفولة، ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. يحدثني عن هذه المراحل، ثم يحدثني عن ماذا؟ عن الموت، لأننا سنموت. ما الفائدة أن تقول لي أنكر وجود الله، أنكر أنكر، طيب وماذا بعد ذلك؟ ماذا استفدت أنا من هذا الكلام؟ ولا شيء، بالعكس أنت أغفلتني، أغفلت عيني، أعميتني عن الحقيقة التي أمامي، لأننا كلنا ذاهبون باتجاه الموت ويجب أن نعلم ماذا يوجد بعد الموت أخي الحبيب. لذلك حقيقة أنا لم أجد حتى الآن كتابا واحدا فيه ذرة من علوم القرآن، ذرة. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذا كنت صادق أعطيني كتاب أو دلني على كتاب، قل لي هناك كتاب مثلا اسمه مثلا لأينشتاين مثلا، اقرأه، ماذا سأجد فيه؟ لا شيء، معادلات رياضية وفيزيائية فقط. كتاب لشكسبير أجد فيه قصص والشعر، طيب أين؟ أنا أريد موسوعة علمية وفقهية وشرعية ونفسية مثل القرآن، لا يوجد أخي الحبيب. فهذه رسالة لكل إنسان سواء كان ملحدا أو مشككا أو يعتقد أن القرآن كلام عادي أو كلام بشر، أقول أعطيني كتاب مثل القرآن وشكرا، فيه كل هذه المعلومات. القرآن فيه 6236 آية أيها الأحبة، و600 صفحة من القطع المتوسط كما نعلم. هذه 600 صفحة فيها آلاف الأحكام، آلاف المعلومات، آلاف المواقف التي فيها عبرة. يعني مثلا أنا أتعلم الصبر من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وأتعلم أن أصبر من سيدنا يعقوب عليه السلام. كل هذه الأمور موجودة في كتاب واحد هو القرآن. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.